يعطي كرة سفيان بوفال، هنالك يهابولي، سفيان يبحث بتمرور راية من بوفال وكرة بعد ذلك. والأخير في الدوري لدينا قائمة عناصر الفريقين. نبدأ أولا بالريان في لقاء الليلة، الأسماء التي يدخل بها السيد كوردوفا نيكولاس هذا المساء لديه سعود الهاجري، علي مال الله، محمد أياش. تاني كرة بتلعب أمامية للريان، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة تأتي بعد التدخل من عبد الله سر فارغاس على التفيد، رقابة رجل لرجل، الراسية الأول للرهيب. يبحثون عن كرة الرد، ستيفان إنزوزي أمامية مرتدة، بوفال وأيضا يوهان بولي، بوفال وبولي، سفيان غير اتجاه، هذا الثاني للريان، أما أن الأمور تذهب، الكرة طالت وبعد ذلك اجتازت عبد الله. الهجمة نقترب من الدقيقة العشرين، عبد العزيز حاتم، مربو فال بنظرة علي مال الله اليمين، سفيان المين، سفيان أدمين، سفيان وقع، سفيان تأثر وبعد ذلك بوفال ينال المخالفة وينال الخطأ. عبد الله الساعي على ما أعتقد هو من قام نعم بالخطأ وبعد ذلك جاء صافرة حكم اللقاء. الدحيل متفوق، الرياني هنا متقدم، الامور بيده، سفيان بوفال لعلي مال الله، فرصه لهدف ثاني وكره تعتلي وبعد ذلك مرت الى خانة. يبحثون عن وصول الثاني لمرمى الغرافه في اليسار، ريانيه وكره عكسيه والثاني. يوهان بولي يستلم كره، يعطي التمريره، سفيان بوفال يبحث بالمهاره، بوفال لا يزال، لكن ايضا كره بعد ذلك افتكت، قطعت من جانب الجناحي، محاولة لكرة عكسية في الوقت الذي سفيان بوفال واقع على أرضية ملعب اللقاء وكرة تمر إلى رمية التماس. سلامات سفيان بوفال، لقطة كان يبدو لي فيها خطأ بعد تدخل واضح من جانب أحمد الجناحي، لكن يبقى القرار لحكم اللقاء الذي أمر أقل من ربع ساعة متبقية على النهاية. سفيان بوفال يبحثون عن الاطمئنان وكرة لدى يوهان بولي، لذلك حولت من سعود، عكسية خطيرة للريان، وصلت لدى فارغاس، يكسب رمية التماس وأيضا ينجح في إبعادها عبد الله العلي، المرتدة سفيان، يا سفيان، صراع من ثم خطأ، من ثم خطأ، خطأ لمصلحة الغرافة ولمصلحة ناصر عبد السلام. هدير بالحضور لياسين إبراهيمي، ستيفان إنزوزي يعطي كرة، سفيان بوفال، هنالك يوهان بولي، سفيان يبحث بتمرور راية من بوفال وكرة بعد ذلك لم تصل إلى الأمام. سفيان بوفال أراد بها، وصلت لدى عبد الله إسماعيل، وصلت لدى عبد الله العلي، عبد العزيز حاتم، هنا خطأ واضح، هنا خطأ واضح، يا عبد الله السر الختم في اللقطة الماضية. نعم، نال على إثر بطاقة صفراء، أراد أن يوقف، الاستلام، يوهان يبحث عن الدوران، سفيان بوفال، هدف الاطمئنان، بوفال مر حاتم، سفيان لبولي لحاتم وكورة، الله 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 الله، الله.
الهجمة سوفيان بوفال بولي شوفة 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 وضعها رسمها وبكل دقة في الشباك عبد العزيز حاتم 4-4-4 للريان 4 للرهيب يحضر بوفال يبحث عن الثاني بولي 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 الثاني للريان أمان يا الرهيب أمان الثاني للريان أمان 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 هالطريق يهان بولي والبقاء في الدوري ما في هرايا من بوفال إلى بولي تلاعب نعم بإسلام قال له تعال وين 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 إسلام ستيفاني زوزي ستيفاني زوزي نقلة من ثم تمريرة وتسديدة الله ثلاثة للرهيب ثلاثة للريان ليلة الريان ليلة الرهيب بهدف الثالث فارغاس فارغاس وبكرة تصعب على الحراس الثالث يأتي للريان يحسمون أمرها نعم بالبقاء هذه كرة زوزي وبعد ذلك أرسلها زاحفة قوية من فارغاس أراد التصدي يوسف حسن لكنها كانت صعبة عانقت الشباك هدف ثالث للريان مزيد من الأهداف هل يأتي بالخامس هل يأتي بالخامس آه يا الريان آه يا الريان هدف كان يكفيك تضمن البقاء هدف وتفوز يكفيك تضمن بقاء المحاولة بعد ذلك أدمير وصل يبحث المين مؤيد يلعب كورة تقليص الفارق عن طريق الغرافة في مباراة الليلة واجه هجوم قوي شرس من جانب الريان يوهان تفاعل من جماهير الريان نقلة وانطلاقة عبد العزيز حاتم عبد العزيز حاتم يبحث عن فرصة لهدف خامس وكرة بعد ذلك تغيرت وكرة بعد ذلك تغيرت نعم تغيرت يوسف حسن يغادر وبعد ذلك يحاول يوسف حسن الريان الآن في هذا التوقيت يوهان بولي بعد أن قدم مباراة كبيرة برفقة زملاء يغادر يترك أرضية الملعب كما سفيان بوفال مصطفى